بونجور، صباح الخير. سامحوني راهو هذاك هو اللي قاعد يصير البريود هذيا، برشا دي كونت كبار صارت لهم برشا مشاكل، نحنا هانا نحاولوا نمنعوا يمين ويسار. ربي يستر. هاو هانا معانا جوينغ برود عاملنا سيكوريتي، انا وبرشا عبيد اخرين، وهانا قاعدين نحاولوا منا ومن هبطوها حتى على الفيسبوك، اللي ثم برشا حالات نتاع بيراتاج صار على الفيسبوك وعلى الانستغرام. من اصحابي كل يبداو يقولوا لي سمره راهو كل دقيقه يجينا ميساج نتاع بيراتاج، هذاك نتاع راهو بدل نمرو تليفونك ولا فيريف اي فيريفي، معناتها اعمل كونفيرماسيون بنمرو تليفونك باش نجمو نعديوك على المود باس. معناتها دي تونتاتيف نتاع بيراتاج قاعده تصير ياسر على الفيسبوك، فردوا بالكم على لي كونت نتاعكم. وفوالا، صباح النور، صباح الورد، صباح العز واكل الوز. حبوبتي صباح الفل، صباح النور. نسكر، شوف ايجا نقول لكم حاجه، محليك عايشك عايش خويا الغالي. يعني شوفوا باش نقول لكم حاجه، ما نعديوهاش عاد صباح الخير تو من تو بعد غدوه، هاني قلت لكم صباح الخير كل مع بعض، كل واحد يدخل ويقول لي صباح الخير ولازم نرجع له صباح الخير. صباح الخير قيلوني ياك هاو. نبدا مرعوب انا كل ما يجي العيد ولا حاجه، ما نحبش نحل لايف لي ما تذوق خاطر باش برشا معناتها معايده، ما نحبش انا كي عفوا صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير وديز مقاطع صباح الخير صباح الخير عندي وشي لايف كل صباح الخير. والله والله ليه مش معناتها هو كثر التسليم تقل المعرفه، هي كا فهمت ليه عاد انت تو تقول صباح الخير نورمال كي تدخل بالطبيعه مش تقول صباح الخير فهمت. اما انا امان قلت كلكم تقولوا لي ليا انا صباح الخير صح؟ وهل شو تجاوب عليكم الكل؟ اختم به محلى مسنيك والله، محلى ستيلك والله، عايشك عايش اخت ما شاء الله عليك، عايشكم ربي فضلكم، عينيكم احلى محلى، شعرك هيلثي تبارك الله، عايشك والله. ليه تسمى تتنيك هو حاشيك من الكورونا، ماني مرتين نمرت بالكورونا ورا بعضهم، مشي شعري سورتو تقصف من اللوطه ياسر، تريش من اللوطه الكل، ما خفش من هوني وي، لكن من اللوطه الكاليتي نتاعو وليت بعبوس كلب، شفتوا شو اسمه جازوزه كي شعري ولا من اللوط، الو قاعده نصلح فيه وقاعد يتصلح الحمد لله وقاعد يتصلح، فانا بطبيعتي راهو الصيف ما يمشيش برشا مع شعري، قد ما نعمل ديزيفور انورم باش نحافظ على شعري في الصيف. شيء خاطر كاليتي تاع شعري فيزوالمون باهي لكن في الحقيقه الشعر تي جويده، ديك علاش انا ملطه معناتها مانيش مشعاره، الشعره بيده هذه جويده قل حاجه تتقطع فهمت، شعرتي في حد ذاتها ضعيفه ديك علاش ما نعمل في الحنه، شعري غزير وباهي وكل معبي من هوني في لي غاسين ويطويل فيسع لكن الشعره بيدها الحاجه الباهيه في البدن تطلع محلاخه تطلع مكش مشعاره، في الحواجب تطلع مش باهيه خاطر الحواجب كيطلعوا مخيبهم فهمت، كاش ديما نعمل تاتواج تجويدين برشا حوايج بمخيبهم فهمت، فنعمل تاتواج باش نخشنهم. والشعر يبدا محلو برشا كي تراه لكن التعامل معاه صعيب برشا، انا شعري نهملو شهر يتهلك فهمت، ننزل عليه بالسشوار مثلا كل جمعه نجبدو يتناك، فكروش وانت عامليه الوقت البوينت تهلكوا انتم بيتكم تقولوا سمره شعرك ملوطه مشي خاطر نجبد فيه كل جمعه، ما يحملش السخانه ما يحملش ما يحمل حتى شيء، ديما يحب كان لي سوان لي سوان لي سوان اكاها، ويحب يقعد رايف ما يحبش السيشوار ما يحبش البلاك فهمت. الله غالب نتعامل معاه كيما هو ربي خلقني الحمد لله خلقني شعر مزيان الكاليتي نتاعو ضعيف معناتها دوناتور ربي خلقني كي الحمد لله فهمت، فتلقاني بالصعيب في ساعه يدهلك اما في ساعه يستجيب للعلاج اذا بدون ما نعمل له حاجه، في ساعه خاطر الشعر جويده اوب في ساعه ما تشرب الحاجه فهمت، شفتوا لانكونفينيون سهل الممتنع فهمت، بليد بليد تعامل معاه بالسياسه. وعلى فكره اكثريه التوانسه شعرنا كيكره، الازازياتيك شعرهم ارتب وشعره بيدها خشينه، احنا لا احنا شعرنا عابي وفيه لايه الخرص والشعر جويده هذاك عليه تصيش فهمت، شعرنا تلقاه هكا معناتها هو ارتب لك نحرش وبيبطو. فيش فسرها لكم معناتها نحن جماعة الشمال الغربي جماعة الشمال افريقيا شعرنا يمشي فلو يمشي ارطب يمشي كل شيء لكن لازمنا نتعاملوا معاه برقه معناها، واحنا عاده ما تبارك الله في تونس اللي ما تصبغش شعرها تحس روحها مش مزيان. نحبك برشا نسيم الرياحي، مرحبا نسيم الغالي. سماره في بالك باللي صاير في جرجيس؟ في بالي باللي صاير في جرجيس، والبارح البارح حكيت في اللايف عليها الحكايه وكهو يا اخي، هو كان اللي صاير في جرزيس كاتاستروفيك، الحال نتاع البلد كله كاتاستروفيك.
بالحق علاش حويج بك يميلوا للبيوضيه؟ ليه ليه ذاك التتواج وقاعده مفسخ فيه وما كملتش فسخته، جيت في شطر لي سيونس وقلقت. سا بران دي طون دي تتواج راه فمهم ما فهم تخسر هذا الشعر وذاك التتواج فسخ فسخ فيه ويظهروا لك بيض مش بيض. النيله الزرقاء سيله على اخر ولونها فاتحه، تاكدنا من موضوع بربي وقلنا النيله الزرقاء سيله على اخر ولونها فاتح، تاكدنا شنو النيله الزرقاء؟ النيله الزرقاء ما لونها ازرق بلو روا لون. زيد وضح لي سؤال وينو اللايف البي اتنحى، قلت لكم راهو فما بيريود من اوت هكا معني علاش انا مبدل الفوتو دو بروفيل قاعدين نشوفوا في بروفيلي مش قاعد يطلع ودايخهم برشا عبيد اللوج عليهم يبداو شادوبان ما نلقاهمش فهمت، يسر علينا حمله نتاع سينيال ومحاوله نتاع بيراتاج كبيره وديجا نشكو انهم يبيراتيو كلكو كونت كبار برشا في تونس. ستر الله وكاو طفيني نور سمارة تعطيني نور سمارة بالله هذيك حتى لين تلم فرشة قبل ما تمشي تقرا الساعة حتى لين توصل تعرس صغيرة وليد عمي انتي مش بالك نحكم في حاجة ولا لا نحكم في حاجة هي كان حبت عبد باش تشاورني ولا انا عندي كلمة وراس خويا شينا عندي نحكم كان في دبشي اللي فوقي هذا اللي ترى فيه اكهب دخلش استعمل بروتيكتور لشعرك باش ما يتهلكش مش لا تو مش في بالكم بروتيكتور سا فا بروتيجي 100% يل فا هكا ان بو اليميني للاضرار معناها خير من بلاش اسمع حاجه خير من بلاش لو بروتيكتور وديما نقولها حتى كي نخدموا في دي كولابوراسيون نقول لكم البنات راهو البروتيكتور دو شالور حاجه مش خايبه لكن ماهوش هو اللي باش يحمي مش تعمل بروتيكتور دو شالور وتنزل على شعرك بالسخانه اي يحافظ شوي فهمت يعطي سوبليس للشعر يعطي لمعه بون يعمل عازل نسبي نسبي جو دي بيان نسبي ما بين الشعر سيمهوني والسخانه لكن ماهوش البرودوي ميراكولو اللي باش يمنع لك شعرك من فما حتى يمنع لك شعرك من السخانه كان انك تقلل من استعمال السخانه لا اكثر لا اقل ديما نقول هذاك لازم حاجه لازم تعرفوها بطبيعتها ما عنديش علاقه بحتى مار عايشك سماره اش قولك في الار في اش معناتها ار في ونعرف شنو هذه ار في ماركه نعرف ار في مش ار في لا سيتوياسيون دي انستغرامرز اون تونيزي ايل تيل افونتاجوز او سي تاميتيي اون بلان سوفرانس اخزر لي اي خدمه في العالم فيها دي سوفرانس اي خدمه في العالم انستغرامرز ولا مش انستغرامرز اي خدمه في العالم باش تنجح فيها وباش توصل فيها فما برشا صعوبات فيها فهم والحاجه اللي تزيد في تونس تخليها اصعب هو الضيق نتاع المرشي والكثره نتاع لي انستغرامرز فهمت وتحشكي ماك تعرفنا عاد احنا ناس مليح ياسر في بعضنا فاي والعبيد والعبيد تبدا عرضه للي يسوى اللي ما يسواش يهنت فيك فهمت وديما ما عندكش الحق في حد شيء كان تكلمت تتناك كان سكت تتناك في الحالتين موناك ما دامك بيرسون بوبليك فهمت فسوفرانس نفسي برشا نفسيا نتعبوا ياسر هذاك علاش كلنا وما فينا حتى وبدون استثناء نغبروا دو طون زون طون مش نهربوا نتعبوا فهمت نتعبوا نزعفوا كل شيء كان نعملوا في مجهود العبيد اللي تبع فيك اليوم معاك تدور عليك في اي لحظه يعني يكون بوك في اي لحظه اللي تبعوا فيك فهمت اللي بيك اللي عليك وفي ساعه يصدقوا العبيد مياله انهم يصدقوا انك انت قتيل ارواح وكيكرموك في معرض ولا حاجه ما يعجبهمش اللي تبعوا فيك راه هذوك هما اللي نيكوك فهمت تعيش في انفصام شخصيه معناها عبيد تشكرك في بلاصه وتذمك في بلاصه صعيبه صعيبه نفسيتك تتدمر كي ما تبداش قوي والله بتيت خنا كلامي ان بو فولغير لكن انا نتكلم هكاك فهمت ما نجمش نبدل وبصراحه نرتاح اكثر كي نعبر بالطريقه هذيك ما نتصورش روحي فولغير لا ما تستنستوا بيا تو بعد الوقت هذا كل مع بعضنا ما عادش نعرفكم تاخذوا عليا وما عادش يا كمال وخاي كان شتنيك امك وماش عندك تنيك معناه حتى الفار عنده زب بغيف ما فماش ما مانيش مانيش نرى في روحي نعرف حاجه عيب كي كنت نتكلم انا شنو الاخر فماهوش سهل ماهوش سهل انا واحده من الناس تعبت ساعات نخش لا نقول راني تعبت وتصير لك حاجات تنجمش تكلم تنجمش تبدا يحطوا في صباحهم في عينك وتسكت خاطر كي تتكلم تزيد تثبت عليك تهمة انت بدك ما تعرفيش فهمت كل صباح نجم تقوم على مصيبه فهمت انا نجم كل صباح نقوم نحل السوشيال ميديا بلا مفجوعه على تبدا هابط عليا حكايه انا ما عملتهاش ما نعرفهاش وما نجم ندفع على روحي فيها زوز نسكت والعبيد اللي تبعوا فيك ف
فما بين انك انت توفق ما بين كضمير كانسان وانك انت تدخل فلوس اذا منها الخدمه خاطر هذيك خدمه وما بين انك انت توفر مصداقيه للعبيد حال معادله صعيبه برا. انا وقت البروموراس العام نبعد على انستغرام خاطر نفلس مش عارفه كيفاش نتحكم في روحي مع بوب انستا اثر عليا بالخايب من ناحيه الاستهلاك. شوف انا بيجي كيفك انا انستغراموز ولا ونعمل في بيبليسيتي ولا والله انا بيجي هكاك جيفيت اني نتفرج ياسر في العبيد باش نقلص في المشتريات. ديما البنات خذوا حاجه عبره في حياتكم خذوها قاعده مني ولا من غيري. ديما في حياتكم كي تعملوا اعملوا حاجه بركه. مثلا انا نعمل في ماركه نتاع شعر نتبع واحد بركه عندي فيه ثقه من مش لازم مش بشرط يكون انا عبد نتبع فيه نقعد نتبع فيه اللي كنكمل القامه نتاعي ولو انه وقت حاجات جدد ونكمل نستعمل الحاجه اللي عندي ومن بعد كي نعين نبدل نبدل. توا انت بالانستغرام ولا بليش احنا شعب مستهلك ما نبداو زيد ندزوا فيه على راس الانستغراموز. الشعب نتاعنا مستهلك فهمت والببليسيتي من اول الدنيا موجوده قبل كانت في التلفزه توا ولات في التليفونات. بون الاستهلاك كبر اكثر على خاطر بطبيعتهم معدل الشعوب كبر اكثر فهمت كل شيء كيكا قاعد يمشي بسرعه في وقتنا توا كل شيء قاعد يمشي بسرعه. الانسان اذا ما يتحكمش في الشهوه نتاعو اذا ما يعرفش كيفاش يصرف اذا ما يمشيش على قد خطوته يتعب برشا يتعب وما ينجحش وبريتو ما فما حتى حد قاعد يعطي فيك باش تشري قاعد تشري بفلوسك. مثالش كي انسان يتاكد وياخذ كل حاجه اللي يستحقها. صعيبه علينا شويه انا بدي ننصح فيك وانا كيف مبذره في 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 الشوبينج احنا نسيكك فينا طبع. نبعد كيفك بالضبط نبعد مثلا انت بعدت في بيريود تاع انا كيكا زيدا في المناسبات نبعد ندخل نتفرج وقت اللي يبدا عندي فلوس بروغرامي باش نحطهم في البلاصه المعينه. نجيك الجمعه هذيك ونبدا نتفرج نشوف شو مش ما فماش. علاش ديما تحكي على برودويات البنات علاش ما تعملش برودويات ولاد؟ ليه فما حاجات نتاع ولاد مثلا كيما شريكه نتاع ريلاكس هاوس هذيك الماسون تمشي نساء ورجال. لي برودوي نتاع الشعر راهم يمشيو نساء ورجال فهمت. لي سوان دو فيزاج راهم يمشيو نساء ورجال. علاش السكين اوفيس شراو من ولاد اكثر من بنات؟ لا بالعكس اما حوايج ولاد ما تصورش. اجا نقول لك حاجه مو باش نفسر لك خويا حاجه باش انت تفهمها. تو انا مثلا عندي 20% ولا اقل من 20% يتبعوا فيا ولاد وما همش كوتيديانمون يتبعوا فيا عادي خاطر الولاد ما شدش برشا التليفون. باهي هذيك طبع الرجال. سامحني انا باش يجيني بوتيك نتاع ولاد قداش باش نبيع له قداش باش نخلص عليه وقداش باش نبيع له مرشي لا يخلص ولا يخلصني فهمت. فراحنا ديما نمشيو على الاغلبيه ديما في اي خدمه الاغلبيه عندي نساء فكلامي موجه اكثر للنساء والحاجه اللي نهبطها موجه اكثر للنساء كوميرسيالمون هكاك اللي ما يجينيش لي انا يمشي الولاد خير له خاطر الولاد يتبعوا فيه الولاد اكثر باش هو يخلص ما كانش ما يخلصوش فهمت. تصور روحك انت في بلاصته باش تمشي تبيع مع ولاد ولا مع طفل كان عندك برودويت مع نتاع ولاد فهمت كومون سباس تجاريه الحكايه معناتها ما عنديش فيها علاقه انا يعني. كان جيت نجم نبيع للولاد نقتل الولاد بالله عاوني على مشكلتي رايك ياسر يهمني تفضل قول لي تفضل. صباح النور صباح الخير والخيرات صباح البشير والروح الحلوه. والله ديما تحكي برودويات البنات المرشي نتاع الرجال اقوى من النساء. والله يا خي كان عندك ليا نصيحه ودلني على حاجه تبيع للرجال انا ما نوخرش بالتوالي معناها انا هذا اللي نعرفه. انا كنت راقده فجعوني على النوم قالوا لي قوم سمره حالة لايف. والله لا تربحهم والله تحكي بال وعلاش يرجعوا فيك وما عندهم الحق لما حاله البريود هذه ولا في اللايفات قاعدين يتفسخوا وحدهم. ارفيا اي سمر ارفيا والله ما جربتش منها جربت منها مره دون لو طون شامبوان جبتو لي صاحبتي كادو للشعر الدهني والله ما اللي تبقى مال جوتو ما كانش خايب معناها بكل في تيوب هكا باش نتفكروا مليح في تيوب والخطا نتاعو خضرة وهو ابيض وفيه كرو هكا في الزينه نتاعو حخطوط هكا متقاطعي انا متفكر الديزاين نتاع الباكاجينغ نتاعو اللي تي با مال دو تو. نور بنتي وقت ضربت فيه وفكت لي شطر وقعدت تغسل بيه هي باسكو هي عندها الا لي شوفو غانو شعرها ارطب من شعريين شعرك شعر بوها غزير برشا هو ورطب يزيد في ساعه الرطوبيه عرفتوها كلي تزيد انا شعري في ليله الخرص في ما يزيدش في ساعه وهذيك حاجه تعجبني فيه. نور لي نور شعرك اللي مزلبط عرفتوها كيفاش كلي تغسلوها هبط هكا هبط ارطب ولا كيفاش فاش عارف ساعه زيت بنيت فاكا فدي استعملت والله الى بيان مارشي افيك ال معناتها شيء حلها زيت لي في شعر وما نسيت اسمه. اولادي هزهم طليق البريطانيا وما لقيتش حل باش نرجعهم هما عندهم جنسيه سويديه وانا زيدة اما تعبت ومرضت. شوف عايده لا تتعب ولا تمرض من حقك انك تمرض وتحس وتتعب لكن مش من حقك انك تهزم
فهمت؟ تبع وكمل تبع وفي الاخر ما يموت حد من غير حد تهان ما فهم. اكيد 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 لازم شي يجي نهار وباش يرجعوا لك ولادك هذا في لي بيغ دي كام نجم تعمل حد شيء. لكن حتى اذا تحرمت من انهم يكونوا معاك على الاقل نجم تزورهم. وفي السويد ما نجم حتى حد يمنعك انك تزور ولادك. سمارة كيفاش تتحكم في اعصابي مع ضغط الدار والصغار؟ نحس روحي ديما متوتره نحب نبدل من حياتي. الانسان اللي ديما متوتر وما عندوش حل والروتين نتاع حياته ما ينجمش يبدله كان عنده صغار وخدمه كل ذاك الروتين ما ملخ لازمنا نرضاو بيه ونحمدوا عليه رب. خاصه مع بيت ما عنديش صغار. شوف اختي الغاليه كل حاجه في الدنيا تتذمر منها غيرك مش تاه القاضي اللي نحنا نتذمروا منها. فمع بيد ما هيش قادرة انا امي اليوم ما هيش قادرة تقضي ما هيش قادرة لازم تتعاونها مش نجم روح. فاليوم كي نفدنا من القضية ولا نقلق ولا حاجة نقول الحمد لله اللي عندي صحة باش نقوم ننظف الروح وما يمد لي حد فنحمدوا عليها ربي. الصغار اللي كسروا الراس ووتروا الاعصاب نحمدوا عليهم ربي كان ما جيناهمش ما جبناهمش رانا هبلنا. على قد ما تتقبل الوضعيه نتاعك وتحبها وتشكر عليها ربي على قد ربي ما يهون عليك نفسك والشيء الضغط يبدا يقل هو بيدو باش يقعد هو بيدو راه. لكن انت نظرتك ليه باش تتبدل كي نظرتك ليه تتبدل يولي محلاه. كل حاجه منين قاعده تغزر لها انت تغزر لها صعيبه. لو كانت تبدل نظرتك ليها اسهل بيسر من انك تبدلها وما عندها علاش تتبدل. ذيك سنه الحياه سنه الحياه انك انت نهارك مشرجي الحمد لله قول الحمد لله. ثم عبيد ما عندها متعب ثم عبيد بطاله ثم عبيد مريضه باش تقوم الفرش ثم عبيد مسكره في وجوهها قد ما جريت. الحمد لله اللي انت تخرج كل يوم وتخدم وعندك صغار وجوج ما نحمدوا عليها ربي. جوج ما ديك عندك صحه باش تجابها. ما بين هذا وهذا الانسان المل النفس اذا كلت تعبت ولا اذا ملت كلت ولا كيفاش صلحوا هذا مثالش كي مثلا ناخذ وقت لرواحنا باش نعملوا فاكونس باش نمشيو نسافروا باش نمشيو لوتيل حتى اربع خمسة ايام بربي ياك النهار ليله في لوتيل ماكش معناش تجار احنا باش نبيتوا ليله في لوتيل معاش تمشيو لهم نحيو لكم في فلوسكم ما يتفرط حتى حد كي يمشي ليله. سالي لازم يمشي جمعه وسبت واحد هكا كي يتفرهد اقل حاجه معناتها ما كتمشي تبيت ليله وتروح مش ما عنديش دار انا ولا فرش باش نبيت فيه. حنا نكرههم اللي ويكاند هذوكم تاع الهم. ف هذا هو شنو قصدي. تعمل سبور تدخل في كلوب نتاع ميوزيك نتاع ديسان نتاع خياطه شوف الحاجه اللي تحبها وعمل الاشغال اليدويه تروح على النفس ورد بالك تستهين بالقضيه. انا قلت لك لي ديبرسيون لي بلو بروفوند في حياتي تعديتهم بالقضيه اي وي وحدي كيكا ما نعرفش كيفاش الى ان جينا وما نعرفش انا وشكون العالم النفسي اللي نصحوا بالسيستيم هذا نتاع تنظيف البيت كي يبدا عندك ستريس قديش طاقه سلبيه تخرج منك. والله والله تعديت بهم ازمات حياتي انا القضيه. انا وقت اللي نتازم ياسر نقوم للدار راني مخدم فطقها نظفها من داخل تلمون نهمك في القضيه اللي ننسى علاش دخلت في ديبرسيون. والله وربي شاهد على كلامي ما نعطي فيكم في التنجم تضحك عليا وي انا ما بحبش القضيه راه عما انا ما بحبش الوسخ زاد. ندخل نلقى روحي نقضي مصباح ليه ما توفيش قضيه. اذا تبع القضيه بالكدا القضيه جامي توفى في حياتها تبعها والله لا توفى. ملي تقوم 8 9 نتاع الصباح نص الليل وتقرب كنت تقضي والدار تقوم الصباح تلقى مازلت نجم تقضيها. كي تدخل في الدوب دوبلي نتاع القضيه هذيك تخرج من اي ديبرسيون. والله برشا عباد جربوها والله طريقه تريز افيكاس كانت لو تعلموا. والله اما نجم ساعات تقول لك اقرا ما نعمل سبور ما نحبش نعمل سبور. من الاخر انا بخليه مثلا نقضي. تعرف الدنيا نهبطها ولا ايه؟ خرجت دار كل نحك الحيوط وبعد نرجعها بالقطعه بالقطعه ونتعب ونقص نرد نقوم. ديبرسيون اللي كانت باش تشد عام تشدني شهرين ثلاثه كاو متعداها بالحق نشغل العقل الباطن نتاعي بالسيف عليه في حاجه اخرى. القرايه لا ساعات ما نجمش ما مش ديما نخرج كي نبدا ديبريمي ما نجمش حتى نقرا كتاب فهمت. ندخل في القضيه ندخل في القضيه نستلبس تعرف شو نستلبس نستلبس نقول يا عبد ياخذ كلامني ما نسمعكش. هاك المعقول الكل نخرج ونعاود نغسلوا ونشفوا ونرجعوا بالقطعه بالقطعه كل مرويت من داخل نعاود ننظفهم نخرج لك الكور نحكم وفوق اللوطه نخبيت النوم نحي الجرين نوقف الفرش نحي المول نخرج القجرات تعرف نديزانفكتي الدار كل حتى من الريدوات نظف. جمعه 10 ايام 15 يوم نتعدى المرحله مهما كانت صعيبه. دايوغ انا كي روحت من تركيا خليني نستعرف لكم بحاجه جيتي تخوب لي سي من الطلاق اللي صار لي فهمت. تعديتها بالقضيه البريود هذيك تصدقوني ولا ما تصدقونيش عديتها شهر وانا الدار نقرقش فيها قريب نقرقش الحيط بسناي. بعد انا قلت على شنو كنت موجوعه وكانه ما صار حتى شيء. في لحظه خرج الحكاية بالقضيه هذاك الكلاص كل يوم نهبط ونعاود نطوي ما عندي ما نعمل كي نطوي في الكلاص
طوفة حاجة نخترع حاجة ما نلقى ما نعملش نقضي دار أمي. أنا نعطيكم طرق جربتها مش قالوا عليها جربوها ورجعوا لي. سمارة أنا كيف تمشي يوتيل نرقد وفي دارنا كي يجينا نرقد لي. أمي كيكة أمي مشي رويا لوتيل ترقد دك على ما عشت مع الجملة قولها باري واحد كريمون وترقد أمان جيب معاه حويج النوم مليح مليح قول خجي ترقد ما عندكش فرش جيب معاه السرفيت منطيحة والمحرمة وبيجاما والمحرمة وحاجات كوتون شبيك أمي نقولها ماك أنت لاباس في الدار ضرب النهارين ما ترقدش أعصابك واقفة الأربعة الخمسة تاع الصباح تقومي مزيد فيقة صلي الفجر وتقعد تقرا في القرآن وتقوم طيب الفطوط عمرهم كلهم ما رقدتش أمي مزيد وأنت قاني رقدت وقمت ورقدت وقمت تمشي معاك اللوتيل سبعة تاع الليل تولي تحب ترقد تدخل البيت تلقاها منظمة فرشة مليح ولابسة بيجامة متاحة شبيك أمي نقول لاباس مش نرقد مش نرقد تقول انا العكس انا ما رقدتش نحن نرتاح كان في فرشه ربي يفضلها لك ويطول في عمرها محلية عيشك سموره بالله ادغاس نتاع بيروك ناتشورال في تونس والله قبل عملت مع ميزون كلارا هذيك اللي مش ميزون كلارا نسيتها في اللافايات نسيتها بربي اللي تفكر يكتب لي اسمها عندها دي بيروك ناتشورال كان غالي برشا انا قصيت على القرايه وعرست راجل يحبني ومش حارمني من شيء به المشكل الحمد لله اللي باقي حاسه روحي في نيق تعرف راسي دار يرتاح لي الدم شنو حاسه روحي ناقصه حاجه والمشكله اللي نسكن في الريف ما نجمش نعمل حتى نشاط وحتى فورماسيون مشكله القرايه منكد عليا وعلى راجلي ما تنكدش على روحك وعلى راجلك شوف حاجه في الفلاحه عملها مادام انت في الريف ولا تربيه حيوانات ولا حاجتهم فيها فلوس راهي ديك برشا فلوس سمار اتعب شوف على اليوتيوب تعلم باليوتيوب وجرب وقص واعمل تلقى روحك تعرف برشا حاجات سمارة انا ما نحبش الصبغه نحب الحنه في شعري انا نعرف اللي انت ديما تحكي على توج دور اما وسع بالك وقولي شنو نشري بالضبط افيك شامبوان وزيت ما نجمش مش كيسيون صعبين ما نجمش نعرف انت شنو اللون اللي تعمله في عوض تسالني انا اسالهم هما في توج دور بحسب والله شعرك بالضبط يعطيوك شنو لازمك تعمل اسالهم هما 24 عندهم ثلاثه ولا اربعه دي كونسيغ يخلصوا باش يجيبوا العبيد بركه على يعطيكم دي كونسي ويشوفوا الحاله لا يجاوبوا على لي فونت لحد شيء خدمتهم ان هما يعملوا لك الحكايه هذه فاسالهم بعث لهم مساج تجاوبوه انا القضيه تعمل لي ازمه نفسيه حتى انا القضيه تعمل لي ازمه نفسيه جربك تعمل ديبرسيون من الاول سيق تبدا زينه باش تقوم تقضي يمينتي وابدا بالكوجينا وتفكرني يمينتي قديش تقضي في المعون وانا يبرد الاعصاب الدك هكاك المقلم تنهك هكاك بفوشه نبدا بالطرف بالطرف وراس اختي كل فلجدير فرغ دين امها الكل ونبطها ونعاود ننظفها فكرني ومساج تفكروا كلامي فمش عجيك راه القضيه قضي ونحي انسانه طيبه على طبيعتها تعجبني عيش كذا من حسن اخلاقك اسكو سا باس كيس كي سباس جيرزيس والله عنا جماعه حرقوا ناس من تونس حرقوا توفوا ظهرت فشات برشا في تونس صارت برشا مرات ولم يحرك احدا ساكنا الى ان الحكايه مشات وكبرت برشا لكن راهي ماهيش جديده ديما عباد تحرق وديما عباد تموت في تونس كل جمعه عنا وبرشا زاد المره ذي قامت الدنيا وقعدت نتمنوا يلقاو حل هي حاجات ابسط من هكا برشا ما لقاوليش حل هاك بكري اليوم قامت نور بنتي الصباح وانا يلزمني نقوم الصباح باش نكلم المحامي فقمت بكري خاطر يلزمني نقوم نخلط على المحامي قبل ما يدخل المحكمه خاطر دخل المحكمه خش كان في الليل ونحشتي بيه فقمت لقيت فرد المره لايف البارح ما سجلتوش علاش مش ما سجلتوش راني سجلته هبط وتفسخ قعد ساعه من زمان وقضي واحد وتفسخ ارشيفا ارجع من اول اللايف ولا شوف ستوري نتاعك وجاوبت سمارة محليك 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 ربي يحفظك عيشك سمارة انت عفيك عندي برشا ربي يرزقك هالصباح بدلت لي برشا حاجات في حياتي والله ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب فوت خافي في لي شامبينيون توج في لي شامبوان توج دور سي تو بلي عطيت لا في نتاعي او سا في لونطون انا على الاخر ما نعرفش كيف خنتو كي شلق بيا بديت نبكي هو سامحني بعد مده قصيره ندمت نحب نبعد ما نجمتش انا ننصحك تبعد انا نشد بعملتي نمشي من الاخر انا ما نقعدش مع راجل شدني بذله انا هاني اللي عملت الذله وانا نعاقب روحي وانا اللي نمشي ما يشكو بالراس اما عمري ما نداوي غلطه بغلطه غلطت نخلص حق الغلطه ذيك كهو مش نقعد عايشة بتأنيب الضمير وزيد هو عايشة بالريسك متاع عدم الاستقرار في العلاقة من عملة اين عملت كاو خلت نكمل الثنين ما عاش نعاود كاو نتوب الربي وكاو الانسان خطاء بطبعه معناه مش من حق حتى انسان على وجه البسيطة يحاسبك
حاس بروح واحد كاو. انا ما نقعدش وانا فهمتك بالضبط شنو تقصد راه ما نقعدش نعاقب روحي انت تشي روحي مش معاش نعمل هكاك حتى انسان في الدنيا. انا علمتني الدنيا الحاجه اللي ما نحبش تصير لي ما نعملهاش لغيري. انا كي كنت صغيره في فتره المراهقه خنتي والله خنت الحقيقه علاش نكذب معناها نبدل راجل براجل ونبدل الشاشيه بشاشيه وعندي الصنعه دي. قد ما نكبر قد ما نفهم قديش بيغ الحكايه ذيك. خاطر كي صارت عليا اول مره في حياتي انا اللي حسيته من اكثر الاحاسيس اللي دمرتني في حياتي واحساس الخيانه القهرة اللي نحسها ما انا عمري ما نساه. ساعات قيمني من النوم قدش عمري طب قيمني من النوم قلبي يضرب دو 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 كي نعاود الاحساس هذاك قد عند 15 سنه ولا اكثر ما نسيتوش طب وما عادش عملتها في حياتي جمله ذقت من الكاس اللي ذوقت منه غيري ان شاء الله هيك اهو ان شاء الله يزي ما ان شاء الله تعاقبت فيه البرك الحمد لله ونحمد ربي اللي انا تعاقبت في على وجه الاخر ما نتعاقب الفوق كاو هيا خايبة برشا الخيانة خيط ولا نعملها لغيري ولا انا انسان ينفخ لي قلبي. انا من نوع البنات والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا عندي عقلية يمكن ما يفهم حتى حد يا ولد الناس رانا نحن خرجنا مع بعضنا باش نحبوا بعضنا باش نعاشروا بعضنا باش نفرهدوا بعضنا. انت ما عادش عندك ليا وقت او ما عادش تضحك فيا ولا ما عادش تفرهد فيا ولا ما عادش لاهي بيا انا راني جوكيت انا جوكيت لا تابل كون لامور اي دي سيرفي il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. لازم تعرف وقتاش تغادر العلاقه تكون عندك الكاباسيتي باش تعملها. انا ملي عبد يدخل في حياتي فقدت احساس الفقدان هذاك تعودت عليه. ماني انا كنت نخاف من انا خاف من الفريق خاف منه برشا عشته وعودت نفسي عليه. اخسروا فارق وقول ما لا راح. تعلمت برشا حاجات. تعلمت اني كي ندخل في علاقه مهما كانت ثم حاجات ما نعملهمش ثم حاجات خاصه بيا ما نعطيهمش. انا انسانه ما نعطيش كل شيء ما فلوس ما نعطيش خاطر ماهيش وظيفتي هذيك ما نعطيش عمري ما نعطيك معناتها فهمت. فباش ما يصيريش حاجات مثلا عبدي ناحية فلوسي ولا حاجه اللي لازمك تعمله كراجل في حياتي راك باش تعمله مهما كانت ظروفك. الحاجات اللي لازمك تصرفهم راك باش تصرفهم تنجم ما تنجمش نصبر عليك شويه لكن راك في الاخر لازم باش تعملهم. نعاونك باللي نقدر وبالمعقول والمعقول جدا ولا تتمادى مره اثنين وبعد نوقف عليك ضرب قول كاو يزي عاونتك مانيش في نقعد نعاون فيك حياتي كل. نتعلق بيك لكن مش لدرجه اني ما عادش نجم نعيش من غيرك. نعامل الراجل على وجه ربي معناه نعامله بالكدا باش انا يعاملني بالكدا باش نعطيك الحاجه اللي نستنى فيها من عندك هو هذا معناه فهمت. وقت اللي توقف انت العطاء انا نوقف العطاء في اي لحظه ماهوش بالسهوله اللي تتصوروها لكني عودت نفسي انها تكون بالسهوله ذيك ظاهرين هي بالسهوله ذيك باطنين كل مره نتالم وكل مره نتوجع وكل مره نشوي من داخل لكن من برا التصرف اللي يلزم نتصرفه نتصرف. الدميله اللي تقيح نفقحها يعني ما خليش كيكا اللي نلقيه يطلع على عروق قلبي ويقتلني نفقع دينوما ملي تبدا تتنفخ. شنو واش بيك انت تحب العلاقه اللي قبل هذيا اللي انا دخلت فيها قعدت فيها برشا البنات راه ما قعدتش فيها شويه معناتها قعدت فيها قريب 9 شهور اون ايتي تري بيان انسام. فجاه الانسان اللي انا معاه جيتو برشا خدمه لبرا ولا كل مره وفي بلاد كل مره وفي بلاد وين شنو وين سي علي انا وين نحكي في الموضوع انا وين خليني وحدي جراج مسكر ولا كريم شوم تسميش عليا راجل بالفارغ وانت ما فماش سكرش عليا الباب فما غيرك يستنى 10000 وذاك اللي صار. انا نعرف جو ميريت ميو كو سا سي موا كي كخوا سا سي لوي نا با كرو ولا هو ماهوش مصدق ولا هو خذاني اكيز ولا هو قال لك نتاعي معناتها وين تمشي هذيك غلطه هو سنسوها بي البنات اللي قبلي مش انا حاجه اخرى فهمت ربي معاه. وديما كنت فرق بالحسن انا راه والله العظيم بالحسن مع الكل خاطر نعرف حدودي وين كاو فهمت. فعتبت مره اثنين ثلاثه اربعه كهو معناتها شللت العلاقه. هاي سيدي اقعد تك 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 تك
اي سيدي انت بطبيعتك ماكش لاهي بيا، ونحن بطبيعتنا انا سمعتك كلام خايب فهمت، فانا باش نعاقب روحي باش ما عادش سمع كلام خايب لحتى راجل، وانت بطبيعتك لازمك تترزي فيا على خاطرك هبلتني، انا باش نترزي فيك باش ما عادش نسمع حتى كلام لحتى راجل، وانت تترزي فيا باش تتعلم كي تبدا ثما مرة باهية في حياتك ما تهملهيش. باي باي. انا واحدة من الناس تعلمت من الدرس وما تقلقش شوية تقلقت فيك ما نصورش قليل المرأة اللي تعمل الموقف اللي نعمله وينها انت تتهمل تقعد فم قاعدة ليني تقام صحبة عليه باش تفهم لي هو مع عشرين وبين. لا قعدتش عجبتني الجملة برافو وراس النبي محمد والله ما فماش باش نقولك وراس بنتي قلتك والله هذاك اللي صار بالضبط فمش عليش في اي لحظة توفى الحاجة اللي انا لازمها تكون موجودة وإلا اللي دخلت فيها في علاقة راهي يلزمها لازم علاقتي بك الانسان توفى دايوغ انا مانيش انا انسانك دخلت في حياتك كنت الشروط متاعي واضحة قلت لك يا انسان راهم هذوما البنود متاع السعادة متاعي يا تعيش بهم يا لي انا ما كذبتش عليك وما فرضتش عليك حد شيء فهمت انت كنت قابل شبيك اليوم ما عادش قابل كي انت اليوم ما عادش قابل انا مش باش نقول هاو دار عليه لا اللي داري دار على روحه واللي خايب روحه واش يهمني فهمت مش ما نقعدش نحلل علاش عمل لك هكا البارتان اللي تعملوه انتم هذاك وعلاش عمل لي هكا ولازمني نفهم علاش عملكم نضيع عمري انا عمري ياسر مكسب غا ما يمشي معاش يرجع ما هو يتعوض عمري ما يتعوضش هو يتعوض 10000 مره بالنسبه ليا واللي بعده خير المعامله نتاعو خير خاطر انا جو مو فوا كابابل انا راه في روحي كابابل باش نعيش خير خاطر انا تعبت على روحي برشا باش وصل هو عجبته ديجا باش وصلت عجبته هو انا ديجا تعبت على روحي ياسر فوازم يقدر التعب اللي انا تعبت او يمشي على روحه ما فماش عداوه في الحياه كل انسان وقمه الوعي نتاعو هو الوعي نتاعو وصلوا لغادي انا الوعي نتاعي وصلني لهوني وكل واحد شو باش يمشي ما فماش هذه نقعد نستنى فيك العمر الكل انا نعطيك فرصه حسب الطبيعه نحن عشرنا بعضنا وفماش واحد في صباح في نهار وليله ويمشي انا نعطيك وقت محدد شنو هاي العصير ربي يعطيك اللي ديما في الوقت اللي نحتاج نسمع فيه اجوبه ما نلقاش منين والله ان شاء الله ربي يجمعنا في الخير الله لا تربحهم الناس سويسرا على الفجعه من النوم على ايه خاطر لايف سمارة انتم في بيت وانا في بيت اقرا كومونتير لولا يعني هكا مش عطوها صح الطفله هذا في صوره ما يكون صاحب اما كيف يبدا راجل تختلف خاصه مرجل محاكم معاك اسمع صحيح كلامك صحيح برشا كلامك ودايوغ انا هذاك اللي قلته وقتها صار بيناتنا مناقشه قلت له شوف يا ولد الناس انا راني مانيش مرتك باش نصبر عليك والله قول لكم صح انا صاحب انا يوني حقوق الصاحبه وين الجو وين اللهوه وين الخرجات وين المساجات وين الكادوات وين الجو انا مانيش شجره باش ما نتحركش واه مانيش شجره فهم هاني نتحرك قلت له والله عندك الحق انك انت تطور من نفسك وهو خير الخدمه علي ما تختار الخدمه على علاقته بي قلت له في الخدمه ف يا شو اسمك قلت له انت تكون في روحك وتعمل في فلوس وابريتو انا مش مرتك راه باش نصبر عليك معناتها وعنا اولاد وكلي نصبر باش نخلي لولادي ونطور حياتي ونكون هاك طوبي معناتها ربي معاك شمي ربي نشحك برا ربي معاك فهمتك بيان سو غير المراه مش كيما الراجل نو العرس مش كيما الصحبه صحيح كلامك وذاك علاش انا الخطوه نتاع العرس ثقيله شويه مانيش مزروبه عليها خاطر عرس مسؤوليه كبيره خوات فسور وقت لازم نسمع الكلام هذا سمرة عملنا ايفن امان يكون منظم مليح وفي بلاصة كبيرة نحب نشوفوك ماذا بيا يا وخيتي لايف سمورة وقهيوة العز صحية خولة برشا شليك هكا ربي يعوضك خير انت مش على اللي كنت معاي على طفل اخر المركز ابدا كونتوني على تيك توك مش بالذمة شتيح وغنيت نجم تعمل اللي تحب تعمله اما وقيت اي عندك الحق ما عرفتش شنو انصحوني شنو كونتوني نجم نعملو على تيك توك ما نفهموش انا تتفكروا قبل ما جيت للانستغرام كان بالروح خرج من الفيسبوك وجيت للانستغرام مادام ما تعرفش ما تحبوش ننصحك ابعد شوف عبد يزيدك في حياتك ايه يا ام ار شبيها ايه
حكايه معاه 6 شهور ومش مقصر معايا وعاملهم الكل ويطلب فيا في كل وقت، وقلت الحمد لله ربي عوضني. يا اخي ظهر خاطب عنده 4 وهي زاده يحكي معاها نفس الكلام، التشة وجع لي قلبي. ساعه هي ماهيش تشة، سايب الطفله خاطر ما عملت لك حتى هي بيدها تسخف كيفك وخيتك. ما عادش ندوروا على بعضنا نساء، نحن بطبيعتنا ضعاف ونزيدوا نيكو بعضنا معناه، فهمت؟ ما هيش التشة هذيك، هذيك يعرفها قبلك ولا يمكن يعرفها معاك ولا بعدك ولا الطحان، هو مش هي التشة، حاشاها بنت بنية عم ولا حاشاه تدخل ضربته على يده في قلب شو صحابه ولا يخطبها. الكاميرا بعد على روح سموه. شو رايك في انسان ما عادش يتاثر جمله بالحاجات السلبيه؟ انا مع انك انت تكون قوي في مجابهتها، منك تولي ما عادش تحس جمله واحده تو دي بوم الموقف. انا مثلا العبيد تجي تقول لي فما حاجات انا تلمو عشتهم في حياتي ما نشرح فيهم حاجه كبيره، انتم تبهتوا هكا وتدخلوا بعضكم، انا عادي تلمو، فهمت؟ تو دي بوم تجربتك، انسان قد ما تجربته يكبر قد ما التاثر نتاعو يقل. بدموع وقت تقول كلمة زايدة، انا ما يضحكش من راهوش يضحك كلمة زايدة. سمورة جيت لبروفيلك باش نتفرج في اللايف القدم، يا اخي لقيتك حالة لايف اون بلوس سمنك سايب عليك. سمارة خطيبي تخلى الحبس الظلم قلبي تحرق ما قدرتش نصدق، ربي يفرج عليك. سمارة محليها الطاقة الإيجابية اللي عندك، برافو. هي ماهيش طاقة إيجابية، ذي حاجات أنا منت بيهم ومش سهل. أنا ما نديش راني منيش مثلا ما كناوع اللي كنا نتفرج في حاجة ولا نقرأ حاجة نتلفها، نحن نطبقها في حياتي، فهمت؟ نطبقها نتواجه نطبق. سمارة يظهر لي عندي مشكلة في الكوميونيكاسيون مع الولاد، راني أول ما نروح ما نروح طفل نخمم في المكالمات في المكالمات، يعني ما نجمش يطلبني برشا ولا نطلب ما نجم، ما نحبش نتحدث برشا خاطر ما نلقاش الكلام، وفي نفس الوقت نبدا خايفه. لا فهمتك، حتى انا كيف حتى مش برشا كونيت واحد حديث عادي، مانيش راه فيها حاجه خايف. يفرحك عاود لي رسيت العصيده يفضلك شتيت اي لله. اسمع تاخذ بتاع بالقايد حسين، هذيك احسن واحده وما نعرفش انا بالنسبه لي ملي صغيره نجرب في هذيك، فما هذيك اللي نخدم عليها الرسيت، وانت حر كان عندك حاجه ما ادريس اخرى استعمل مسلسل به باه. انا ناخذ الحاضر وهذيك اللي تعمل امي وترحيه وكل ما نعرفش نطيب ونعرف نطيب الحاضر، خاطر انا خلطت على الحاضر باه، كي كبرت وقتها ولاو الناس كل ياخذوا في الحاضر. ما الحكار بالضبط تكتبوا في ورقه برشا منكم قالوا لي رسيت العصيده ابن عصيده، والله ربي شاهد على كلي ابن عصيده نجم تاكلي عصيتين بالضبط على البيكو قال المصري بالضبط، التكسور بالضبط والاحكار نتاع السكر بالضبط نتاع الفرينة راهي تجي كوميل فور. انتوا بالكم راهي العصيده كي تجي خايبه مثل ما تتاكلش حتى حد ما ياكلها، العصيده يلزمها تكون بنينه ما فيش نقاش. باهي شوف لله ايترتين الى ايترتين، باش نعطيك الاحكار بالضبط، لا الى لا حتى شيء، ايترتين ونص ماء تحطهم على الغاز ما تشعلش عليهم الغاز، ايترتين ونص ماء تحط عليهم رطل عصيده هذاك رطل الحاضر اوكي، تصبهم طول لا تصفي لا تنايك طول، تحط هذاك طول تصبه كيما هو عليه بالضبط 350 غرام فارينة، 500 غرام زقوق ومرحي عليهم 350 غرام فارينة، مش 500 عليهم 500 تجيكم يابسه وتجيكم بيضة، ماهيش 500 على 500، 500 على 500 بتتخذك في حكار الزقوق اللي ترحيوه وحدكم وتقعدوا تصفيوا فيه. هذيك امي كانت تعملوا 500 على 500 وما نعرفش اسكو صحيحه ولا، اما امي كانت عصيدتها واحنا صغار بنينه برشا تجي زيت. امي قبل كانت تعمل لك هذاك المرحي تعملوا 500 فارين على 500 زقوق. وين الكلب في الكوجين؟ فانا نحكي لكم على الحاضر، الحاضر عليها بالضبط 350 غرام فارينه مش اكثر مش اقل، اغزو لي بالميزان الفارين العصيده زقوق وما تنجح كان كيبدا قدامك ميزان. هاك الحكار اللي بالعين هذاك نتاعكم نحيوه في العصيده، خاطر العصيده من عام لعام نعملوها، فالحكار كل عام ضيعوه، اكتبوه الحكار هذا وقدامكم ميزان وتحكروا بالضبط على الميزان. 350 غرام سي 350 غرام، ماهيش 360 و 370 350. 350 غرام 500 غرام عصيده معناتها رطل عصيده قصدي، رطل عصيده يعني 350 غرام بالضبط واحد سامحوني الفارينه باهي.
بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. ب حطينا العصيده في الماء ومعاها الفارينه. اي قبل ما تحل الغاز تو تشد تعملها يا بالوحده بالذيك الركاضه، شو اسمها المغرفه اللي تركض هذيك، مش مغرفه اللوح، هذيك اللي تركض عرفتوها، نسيت اسم فوف درشنيه. عاودين عايشك بان سجل، ارجع لللايف مش نعاود مره هكا كاتبين، هكا كاتبين عايشك عايش اختي ربي فضلك. اكتبوها باش نحط لكم هذيا ايبانجلي، اكتبوها حتى نخلطوا للباقي، تو نحط لكم باقي ايبانجلي اهو. باه فوات يعطيك الصحه، تاخذ الفوات هذيك وتحركها بالفوات، حركها ما تشعلش عليها نار، تحرك مليح باش تطلع لك الفرينه، تطلع لك عبر فرينه الفوق هذوكم بيدك، ما تحكي لي حتى حكايه، بيدك اغسل يدك مليح ودخلها في العصيده وتحلهم بيدك هكا، تعملهم هكا هكا هكا، تخلي حتى كعبوره فهمت، قبل ما تشعل النار، ما نشعلوش النار على الفرينه مازالت ما تحلتش، تحلت الفرينه في الماء محكار 200 ونص ماء، 5 رطل زقوق وحاضر و 350 غرام فرين مع فوق كلهم في مقفول مع بعضهم، لا تصفي لا حتى يكون على بعضهم. ما العصيده بالضبط تشد اكثر من نص ساعه باش تجيك راتين، نص ساعه بالضبط العصيده تحضر، عشان كل يوم نعملها ما يقلقنيش. سيلا فهمتي انك تاخذ 10 سوايع يعني في العصيده، نص ساعه العصيده تحضر الزعم. به كيما انا نحكي لك حكايه، قد عصيده الفرينه قد عصيده الزقوق وراك تعرفوا الحكايه معناتها في نفس الوقت يقعدوا. به العصيده البيضاء، عصيده الفرينه هي عصيده البيضاء. به حليتوا الزقوق اي تو نشعلوا النار. ونعملوا هكا نشعلوا نار مازالت بارده راهي ونقعدوا نحركوا. به السكر تحب تزيدوا من الاول ولا تزيدوا من الاخر؟ سي كيف كيف، يقولوا كي تزيدوا من الاخر تجي ابل، زيدوا من الاخر. انا بالنسبه لي انا به تو الحليب الناس لي ذاك زيدوا، عملت هكا تو انت كي تبدا تعصد هكا تحل حكه الحليب الناس لي هذيك الصغيره هذيك ما عادش قداش هذيك حكه حليب الناس لي العاديه نتاعنا مش الكبيره نورمال هكا يبدا كبر هاي اغسلوا هكا. نسيت الحكار كان تعرفوه كتبولي يرحم والديك. باهي نصبها ونحرك، هذيك ما تصبش هكاك تصب وانت تحرك، كان عندك فوات احسن حاجه خير من مغرفه اللوح راهي الفوات، وتحرك هكا اوكي واضح. ما تحطش السكر، خليه السكر، ما تحطش السكر، ما تحطش السكر، فهمت شنو؟ باهي وتقعد تعصد 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 هذيا كل مره يجي واحد يعصد ما فهمتيش، وحدك تنجم تقدر جيم وانت تدور تقعد تدور 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 شي يهمك فيها باش تجيك تراها مفتفته دراك فيش تراها شي فيها دور دور دور. باهي توا يا لاله بدات تعقاد قد كيفاش تكستور تو نفسرها لك بالضبط التكستور نتاعها، لحظه خلينا نخمم لك في حاجه باش تفهمها بالعين. باهي يا ربي كيفاش يا ربي باش نفسر لهم التكستور كيما شنو. باهي شوف تولي ليكيد غالط بلي بارينايكي، كي تولي العصيده ليكيد كيفاش نفسرها لكم، الغلطه الكبيره برشا اللي يعملوها الناس الكل انهم يهبطوا العصيده ديجا عاقده من فوق النار تولي حجر من بعد، شفتوها هاك اللي هبط مرتو كيفاش جاتها كعبه البراونيز هذيك خاطرها تهبطها عاقده من فوق الغاز، لازمها تبدا جاريه. كيفاش جاريه؟ التكستور نتاعها تشبه للحسو ولا كيفاش؟ دوبة بشوية ما تعقد، مش للنوتيلا لا، إذا خلطت التكستور تاع النوتيلا غطي العصيدة. ها هو مثلا شفتوها كي تولي كيما التكستور تاع النوتيلا بالضبط الشوكولاتة هذيك معناتها باري طايشة في الزبلة بشوية حجرة كي تحطها في الفريجيدير، لا غلطة، يلزمها في الأخر تولي كيما تكستور النوتيلا بعد ما تبرد وبعد ما تعدي 24 ساعة ما كانش تجي غطي. إذا أزر يغزر شوف ايش نقول لكم، جاوني برشا عباد في البريفي قالوا لي سمرة ما سمعنيش كلامك وجاتنا يابسة العصيدة، هذيك أقوى تريك نتاع عصيدة قوة فازة نتاع عصيدة انها تهبط جارية. كيفاش جارية؟ كيفاش كيفاش نفسر لكم كيفاش التكستور يا ربي؟ كريمة لا اقل من الكريمة كيما الدانيت لا اقل ما اقل اقل جارية كيما ياغورت الابواخ. باهي شفتوا لي ياغورت ابواخ اكثر شوية من ياغورت ابواخ اكثر بنتف، يلزمك كي تعملها هكا تهبط تبدا عاقدة شوية فهمتها، لكن ماهيش مشكل تعدي فيها الواحد بس هذيك اللوحه ما تصلحش العصيده هذيك. خلينا نزيد نشوف كيما نسلي بالضبط يعطيك الصحه، تهبطها كيما نسلي ودايوغ باش تفهمها اللي هي طابت ما تبدا تدور فيها تلقى فيها برشا القش كحل نتاع الزقوق هذيك ديجا تلقى باش تفهمها اللي هي طابت وسيي تكستور تقمرها بك نحكي لك خاطر كنت ما تعرفش تقمرها بك سيي وليت كلها لون واحد وليت كلها قري ما عادش فيها فتفات، اغزلها باش في الاخر كي تجم تولي هك فهمتها باش في الاخر يلزمها كي تجم تولي كيما الكريمه هايك شفتوها مش كي تهبطها في التكستور هذايا سيب يجيك يابس، ما يلزمهاش تعطاك الكريم
العصيدة انتم تهبطون فوق الغاز هكذاك على يجيكم يابسة غالطة. يزمى تهبط جارية جارية كيفاش كيما الحسو أكثر شوية من الحسو أكثر شوية من الياغورت أبوا. كيما البوزة أي 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 إيناس يعطيك الصحة أي كيما البوزة كيما العسل لا يابس العسل كيما الدانيت لا في الأخر تولي كيما الدانيت تغزر لها لا في الاخر دولي سموره صن ماش كيفاش نفسي ربي. المهم البنات عليه ما تصفيهاش ما كان تصفيهاش جبتي حاضر ما كان تصفي فيها هاي قدامك نظيفه ها ما فيها حتى فتفاته هاي اختي ها واش عندك تزيد تصف تزيد تولي لك مليحه بارده منيكه جافله ما تصفيهاش ها غلطتكم انكم تصفيه وتجيكم باسله تزيدوا تحط فيها ها هاي ماشي مصفي اختي ما في حتى كلكوع هايك قدامك ها يبدي نعطيك بالضبط كيما الدرع كيما الدرع ها كيما الدرع صحيح كيما الدرع ما تصفيش العصيده الحاضره ما تصفيش العصيده الحاضره ما تصفيش العصيده الحاضره ما تصفيهاش انتوا مشكلتكم كي تبداو تطيبوا فيها تو هو في الباك وقالك ما تتصفيش انت تفهمي اكثر من اللي صنعها هكاك ياخذوا العصيده الحاضر ويزيدوا يصفيوها يصفيوها تولي ميه ويعملوها بزيت فارينه تجي ملقزه كي نمي ماهيش هكا هي هو قالك ما تصفيش انت تعرف اكثر من اللي صنع الوحده اقرا الوحده والمقادير هذوما مكتوبين من تيلي يعني قلت لكم عليها به لكن التريكه في ها هايك البنات راهي كي تجيب ما عادش تقعد حتى كعبه قشره ولا هايك قدامكم فهمت تو مش في بالكم مش تدير لكم فيها حقلوب ما فيها شيء هي خاطر هذاك كله يذوب تو انتم على اساس هما عاملينها بضمير انت ما مصفينا 10000 مره قبل ما نحطوها في الحب فهمت شنو هو ورايحينها جويده لدرجه ان معناتها بودر ولات يعملوا في العصيده بودر الحاضره هذيك فما تقعدش فيها ماهيش كالزقوق اللي نتاعنا نحنا اللي نعملوه ونصف ايه حسر ما عادش منه الزقوق هذيك يعملوها بودر يا بنت فهمت ما تصفيش انت كي تبدا تحرك فيه باش ترى القش لك حل باش تقول خيط وباش تجيني معفط انت توا طيبتها كملت الاخر وانا انك طلعت نكذب عليك سيي انت باش تعرفها طاب ديجا القشور هذوكم يذوبوا فجاه وانت تخرك فيها تولي هك فجاه كيكا تولي لك كيكا شفت اذا وليت كيكا تهابط طاب ديجا التكستور هذيك تجي مع ذوبين اللي القش لك حل اللي باش تراهم من فوق قعد حرك 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 لين ما عادش ما حتى لقشه لو فيت انه ما عادش ما حتى لقشه وليت لك ايموجين وما عادش فما الدغديش اللي كان يطابط سيي سكر عليها الغاز لازم كي تصبها تجيك الدرع كيما قالت الاخرى فهمت جيريك الدرع مش هك ما تهبطهاش وهي في التكستور هذه تجيك يابسه فهمت لازم اقل لازمها جيريك البوزه والدرع صبها في الصحافي في الوحده كي بعد ساعه تلقاها ولات هكا ديجا ها وما عادش تزيد اكثر من هكا تزيد يمكن شويه كي تحطها في الفريجيدير الحاجه اللي تولي لك هكا بنينه برا هكا العصيده لازمها تجي ها مش يابسه فهمتوا توا هكا واقيلو سميتها السكر 250 غرام سامحوني السكر 250 غرام يضاف الى العصيده الوقت اللي تبدا تعقد شويه سيري تعقدت شويه سي ظاهره باش تطيب بديت تعقد شويه معناها ما عادش وليت ما يجري جريان وليت هكا تعطل شويه هي ديك سي باش تطيب راه حط لها السكر حط 250 غرام سكر بالضبط شو بالضبط بالضبط واضح به والكريمه الكريمه ماهيش باكو كريمه عليه 100 لتر نص لتر حليب عليه لتر حليب ويا ربي تسلك انا ما عرف ايش قاعده نحكي الكريمه الفاني هذيك الباكو عليه با واحد لا 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 لا, لا. سامحوني سامحوني الفانيك اي باكو باكو عليه نص لتر حليب اما انا نستهلك على رطل الكريمه تحب نعطيكم الصحيح على رطل الكريمه خذوا ثلاثه باكوات وتفكروني وبربي فاست الدقوعير الكريمه قد هكا وزقوق نتاع نمي قد هكا راهي ما تجيش ما طيبوش دي نمها جمله واحده جمله واحده ما طيبهاش عطيت الزقوق شنو هيك الظلفه كريمه اللي تحطوها وقدك زقوق وعلاش ما ناكلهاش ما تاكل حاجه محقوره ما تاكلهاش ما عندكش فلوس ما تشريش محسوب كي ما تاكلش الكريمه باش مع باش مش باش يجيك رزق عامة تبول عليه مع طيب عصيدتنا البيضة العادي بربي بربي ما عادش تعملوها هذيك هكا العصيدة وهكا الزقوق كالصحافي قد هكا وكل هم ها اعمل اربع خمسة صحافي باهين وكل واشبع وكاو كل اللي انت اشبع لازم عليك تاكل كل يوم وتتنيك تاكل بالكدا كل صحفة باهية واشبع وتلفت لتالي كاو زويقة يا خي عيشة عصيدة الزقوق هكا هكا
هكا هكا هكا نفسر لك كيفاش. لحظة ها نحي تو هذا كيس خاطر انا ما عنديش معون باه باش نحط لي الصحفة لهنا بالضبط هكا تجي هكا العصيدة هكا والكريمة هكا راهو لهنا تبدا ضاربة الكريمة ظلفة سيدي الزكري خيط خيط ما طيبهاش ما طيبهاش هاو نقولك اش تعمل ما عندكش سبحان الله ما عنديش فلوس باه نعملك الرطل كله ناكلونا وليدي ونقعد ما نعطي حد نشبع كريمه تجي خدنا زو اكل كريمه مش شطر بشطر لا تعمل ايش ما تجيش بنينه تجي خايبه تجيك نتاع الهم والهم هذاك عليه من عامل هم يزيد على هم الكريمة هي 250 غرام سكر اوكي على زوز بكويت نسيت هالكريمة باهي كي تاخذوا باكو كريمة تلقاوها مكتوبة من تالي قداش المقادير نقصوا شوية نقصوا شويه من المقادير اللي تراوها نتاع السكر على خاطر باش تجيكم قد كيما سكر الكريمه كي نفسر لكم كي تعمل الكريمه بالحلاوه نتاعها المكتوبه المقادير نتاع السكر مكتوبه في الباكو بالمقادير نتاع العصيده تجي حلوه شويه ان تو بيتي بيكونت تلعب على السكر نتاع الكريمه تحملوا شويه مثلا 200 غرام خو قلت 250 غرام انت اعمل 220 غرام 230 غرام فهمت باش تجي السكر معدل هذا هو أربعة مغارف سكر يعطيك صحة أي يرحم والديك أربعة مغارف سكر أنت تعمل ثلاثة مغارف سكر فهمت على أي صحيح على باكو الكريمة نص سيطرة حليب وثلاثة وأربعة مغارف سكر صحيح كلامك بارك الله فيك لا أنت عمل ثلاثة ألوغ في عوض ثمانية مغارف سكر أي حق باش نفسر لكم الكريمة اللي نسيت باش نقول الكريمة راهي زوز باكويت على رطل شوية أعمل ثلاثة باكويت ثلاثة باكويت حليب عليهم إيطرة ونص ثلاثة باكويت كريمة فاني عليهم باكو نص حليب ولهنا يولي عليهم أربعة أربعة ستة أربعة 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 اشترهم قدي اثنين أربعة وأربعة ثمانية عشرة لأن أنت بتعملش عشرة أنت تعمل سبعة مغارف سكر على ثلاثة باكويت كريمة ويترى نص حليب باش السكر يجي معدل مع الكريمة نقص شوي سكر من الكريمة هذا هو ليه ثلاثة مغارف سكر على باكو كريمة ونص لتر حليب أربعة باكويت أربعة عدنا نعرف باش خذا نحكي أربعة بالضبط زين ورسختي أربعة حتى خذ باكو وثبت فيتا وتشوفوا رسختي أربعة مغارف والله أنا متأكدة من المعلومة أنت عمل ثلاثة باهين ثلاثة يز في البرك كيما نعمل ثلاثة كويخسي فوالا نقص من السكر من الكريمة باش تجيك السكر الباهي تاع الناس اللي يفهموا في ماكلة الحلو اللي نسيرك يلشلش بالسكر هذا هو باه ثلاثة مغارف سكر هو يقول لك نص لتر انت تنقص شويه باش تجيك قعاقده شويه لا 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 ما تنقصش لا لا ما تنقصش لا 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 بالضبط تمشي على كيف كيما الميزان نتاعها ما تجيكش عاقده انتوما كي تهبطوها ياسر طيبوها افهموا راهو مشكله ديما ماهوش كيف في اللي مكتوب المشكله في عقليتكم انتوما تطيبوا ديما ماشي في بالكم الحاجه كي تبدا جاريه شويه معناتها مش طايبه وباش تنفخ في كروشكم مس سوني بافري بالضبط محكرينها على حكار ما تلعبش كي يقول لك نص سيتر حليب سي نص سيتر حليب انا نهبطها كيما يزم تهبط الكريمه تجي تهبل تجي تهبل لا تجي خفيفه لا تجي قويه فهمت اما تلعب على السكر خاطر هما كي عاملين الكريمه عاملها حكار الكريمه العاديه مش حكار الكريمه باش تحطها انت فوق الزقوق وعاملين حكار الكريمه كيما يزم يجيب السكر نتاعها انت نقصوا السكر نتاعها خاطر عندنا السكر ديجا في الزقوق انت احلى كريمه فكينا من العصيده درك.
عايش خويا. نص لتر حليب على باكو كريمة فوالا هكاك، عليه 4 مغارف سكر، انت تعمل عليه 3 مغارف سكر. هذا هو باه ياك. هواني قلت لكم تو طريقه، تو بعدوني ياك. هاو راسي وجعني، نحس في الدم طلع لي والله ل 11 نتاع الصباح، نحس في الدم طلع لي. والعصيدة هذه نحب نعطيها في خاطر كل وليت ناكل فيها ياسر ومش معقول هكا، انا نحبها ياسر ما نحبش تدور في الدار. ما عادش ناكل نهار طول وانا في عندي سنين نتكيف بالسرقة على امي، وما نجمتش نبطل بربي. كيفاش قنعت عائلتك بالدخان؟ راهي حاجه حقيره والله. عندك الحق، لا نجمت نبطل لا نقنعهم. منا نعرفش انا كيفاش قنعنا نتكيف هكا وبالسرقه، هم يعرفوني نتكيف، انا زعما نتكيف بالسرقه، هم يعرفوني نتكيف. سمره انا حبيت وخاني، حسيت روحي بذلت معاه مجهود كبير لدرجه انه ما عنديش القدره نتعرف على اي حد من اول وجديد. اللي عندك القلب، اسمع نفسرك حاجه، القلب مادام يدق مادام يحب يحب ديما. هذا الا الحب للحبيب الاولي للنمي، الحب للحبيب الكابابل باش يتحب اخو، والقلب يتحرك والقلب يحبه لكن جسم ما فماش شكون جاي حرك توا يجي شكون يحرك وتا يتحرك. حليب نستلي لا لا فماش حليب نستلي في الكريمه يا وخيت، فماش ما تعملش حليب تجي قويه برشا العصيده تضرب في الراس بل السكر العادي يعني. شاهيتني في الزقوق والله، احنا تفرقت على جيران كلها صحافي الجيران، لازم تتفرق هيش باش تعمل بلا عيب. واحد ما تعطيش عيب عصيده الزقوق وما فيهاش، لازمك تعطي مولد، هو مولد سيدنا محمد باش تاكلي العصيدة لازم تفرق. عرفت نو لازم البارح ليه حليت الصباح. شنو هي فوائد حنا الكحلة من توجد الفوائد؟ الحنة حنة كاملة، الحنة اغزر الحنة هي بروتين للشعر، الحنة هي بروتين للشعر، نقصوا منها برشا في الشتاء عنده مرة الى مرتين في الشهر ركاو. الحنة بروتين للشعر، اش معناتها بروتين؟ معناتها تغلف الشعر، ما تتعاون الشعرة انها تحمي روحها من العوامل الخارجية، معناتها تقوي البصيلة وتقوي الكاليتي متاع الشعرة وتغلفها وتدور عليها. من اقوى البروتيين والكيراتين في الشعر هو الحنة، هو عشبة الحنة. الحنة الكحلة هي حنة كحلة، معناها حنة حنة هي حنة لكن الشعر لك حلو، كحل شعر لك حلو. شبيك عمرك ما وريتنا بوك سمورة؟ ما نحكيت البارح في الموضوع، بابا ما يحبش، مش انا ما نحبش، هو ما يحبش يطلع في ستوريات. وانا قليل وين نمشي نطلع على بابا الحقيقه، خاطر علاقتنا مش ياسر قويه، مش ما عنديش مشاكل راهو، لكن انا تربيت عند امي محمد تربى عنده فقعدت تكيكه معناها تعودنا. انا طبيب طيبت 3.5 كيلو تلمو، جيتنا عبيد ما بقالنا كان 10 صحافي بي 10 صحافي الحمد لله الحمد لله. عامله كوتشينغ ولا تجارب برك؟ والله انا عملت كيلكو فورماسيون هكا كيلكو جورني معناها ليا انا، معناتها ديفلوبمون بيرسونيل، ما عملتش كوتشينغ لا ما وصلتش للمرحله دي. يا سمارة وينو قازوزة؟ نحبك تتربج علي يدينم يدينم، متغشش عليا خاطرني ما لعبتش معاها الصباح، دخلت اول الكوجينه حقرني في بيته ما حبش يخرج محصور هذاك. شبيه اللايف نتاع البارح ما سجلش سمورة يا خيتي، تهبط وبعض هبط واحد يتفسخ وتخلي الارشيف، ثم اللي يتفسخ ما عادش نلقاه الجمله، نقعد نبارتاجي فيه من الارشيف، نبارتاجي فيه من الارشيف يقعد 24 ساعه يدور ومن بعد يقول لي اوغور دو تيليشارجمون، لازمك تعاود الشفط. خاطي انا ما سمنتش سافا بدني هبل، انت ترى فيا سمنت حاجه تخصك انت. كيفين نجم ننسى اللي صار وكيف ذر خاطب عنده 4 سنين قلبي يوجعني؟ بربي يحكي لي ربي انت يا طفله، كيني نمي ظهر تحب ترجع له، ما نجمتش ننسى دي باري نهيكي، تحبني نعمل له؟ تحبني نقول نعطيها طريقه كيفاش هو يولي بالسيف ماهوش طحان ويولي راجل بالسيف؟ وكي باري نهيكي كي باري يمشي نهيكي هاك، شنو مشكلتك انت؟ مشكلتك اللي مش بالك كان هو يعطي وهو يدلل، انت مو نحرف نرجسي نياك هذاك تو، هذا عبد هذا راجل، عبي روحك عبي روحك، مش معاش تحس لازمكش تحس حتى راجل فرصه، لازم تحس روحك انت فرصه مش هما فرصه. تقعد قاعدة تدور تدور وتحبني نقل حل الواحد كان معاها من بعد فقت لي هو خاطب، قالت على الطفلة تشة وهي ما نجمتش، ايش تحب هي ماهيش تشة وهو طحان، هو طحان فهمت، هو طحان وانت ماشي في بالك مش مشتاقة مخيرة، خلاص ما عندك ثقة في روحك يا بنتي، خلينا نقول لك على الديفويت الصح نتاعك باش تخرج منه، ايش يهمك فيا انا كيفاش نتكلم، المهم كلامي تاخذ بيه باش تستنفع، ما نجمش نعمل لك هكا هكا ما خايبة انت بنتي غالطة. توا هو طلع طحان وخاطب واحد اخرى ومعناتها يكذب عليك، لا حبك ولا يعرف يحب حتى روحه، هو روحه ما يحبهاش هذيك، على خاطر جاي
لك جوج شقاش تقول لي بيك شبيك معاقه انت كما يطلبكش راجل تموتي داوجي تلهي انت بروحك قول انت روحك كلام به يشري انت روحك كدوي طور انت روحك النام باش تلقى ما خير منه وتوري للدنيا اللي انت مشتاقه عبد يعمل لك كيكه ورس النبي محمد يجيك حتى واحد بيه واو نحلف لك من توا يا بنتي روحي نيت تو تجي واحد اخر يدللك ويجي واحد اخر يعطيك عز نفسك تصيبه نفس نفسك وانت طبيبه انت شنو الهم هذا ابوكم واحد يتلهي بيكم ويقول لكم كلمتين حلوين يجيب لكم طرف شقاشق كتكبش فيه حتى كنت تلقاه صحب امك علي انا نحب نيكي انت ما تحبوش ما تعرفش تحب انت تحبيت روحك فيه حبيت معاملته ليك انت ما تعرفش تحب روحك وهو عرف كيفاش يحب روحك فحبيت الشرور هذاك معاه مش حبيته هو طحامي تحبش هذاك انت اصلا ما تعرفش تحب اللي ما يحبش روحه ما يحب حتى حد انت روحك ما تحبيش اللي يوصل له هو عمل لك هكايا ومازلتي تتروعش عليه معناتها شو نتبه ما تحبش روحك شفت شنو مشكلتك خليني نقول لك انت ما حتى حد ما يعرفك انت شكون ما يهمكش فيا خلينا نتكلم حتى حد ما يعرفك انت شكون ولا باش يجي انا ها وانا هي اللي باش يقولي بابا وبارتاجوني في ستوريات ويسبوني ونلقى روحي في التيك توك وكاتبين عليا من لوطه 7000 حاجه مش هي الكلام اللي قلته في اللايف وش يهمك فين المهم اسمع كلام يا بنتي خليني نحلل لك الوحده نتاعك باش تفهم وين الديفو نتاعك الديفو نتاعك اللي انت ما حبيتوش انت حبيت اللي عمله حبيت روحك عن طريقه هو عن طريق معاملته ليك خاطر انت تون تيمبا لو كان جيت تحب روحك راك ما ريتش اللي عامله هو حاجه كبيره راك ريتو هذاك اللي يلزمه يصير في اي كوبل في الدنيا ومع اي مراه في الدنيا واللي عامله ماهوش زايد على اللي يلزمه يعملو شوف مش معناتها خاطر ثم برشا نيك معناتها اللي الباهي فيهم يولي عجبه ما هوش عجبه مقام كان بواجبه ما يهمكش في العباد باش تمن كل واحد ربي يعطيه والحياه تعطي لكل واحد على حسب ايمانه في وسط الخرام نتاع الحرب ترقى عباد وليت ملياردارية في الحرب ثم عباد وليت ديزاخشي ملياردير ما يهمكش تتقلبش البلاد تولي حرب وعباد تقتل وانت يهمك انت عيش في الايمان نتاعك واحد كل واحد كل شيء باش تتعلق من ذراعها موكش باش تتعلقي مع الجماعه كل واحد باش تحاسب وحده من بعبوس فانت عليك بالايمان اللي في مخك فقط انت يلزمك تمن اللي يعملهولك اي راجل اخر لازمه يعملهولك على خاطر هذيك هي الحاجه اللي تجمع ما بين المراه والراجل المعامله الحسنه فقط فيروح يزمر ويجي غيره ويعمل ما اكثر منه وقتاش وقت اللي تم اللي انت تستحق اما ما دامك انت بطبيعتك ترى في عمل حاجه كبيره على خاطر نفسك مستانسه بالذل والقل راهي نفسك ما بيها حتى شيء خلقها ربي سليمه سامه وانت ما بيك حتى شيء خلقك ربي كامله لكن فقط عقليتك المسوسه هي اللي هردتك وخليتك تحسي روحك موكش تستحقش المعامله ذيكا وحاجه كبيره كي عاملوك كيكا وكي يمشي هو موكش باش تلقى حد اخر يعاملك كيكا فعلى هذا باش تقعد لاصقه فيه وهو مصاحب هذيك وزيد يشلق بيك اللي انت شلقتي وقعدتي يزيد يبدا يصحب عليك يصحب عليك لين يوصل لامك تلقى مصحب امك في يوم من الايام معناها انت تمشي تفطر معاه وامك تمشي تتعشى معاه هاكا وانت تلقى روحك مع بيت كيما هكاك علاش على خاطرك من اول نهار حاقره روحك من داخل خليني نقول لكم الحقيقه حاقرين رواحكم ماني انا في يوم من الايام حقرت روحي ففهمتكم فاش تحسوا لكن انا وقفت قدام المرايه وعرفت لي انا حاقره روحي عرفت لي انا عمري ما ريت روحي بالزين اللي خلقني به ربي عمري ما حسيت روحي طاقه عمري ما حسيت روحي مراه كامله هذه الحقيقه اللي لازم تفهموها اللي يضحكوا وكل يمشي وينيك وشمكم فيهم خاطر مش قاعدين يفهموا في قيمه كلامي مصعب ميمكش بحياتنا احنا بطبيعتنا 90% باش تحشيلهم و10% باش يحشيوه كون مجمعه اللي باش يحشيوه ما تكونش مجمعه اللي باش تحشيه كون اذكى من مستوى اي حاجه صايره قدامك الهي هي والهاها وذوكم كل كميه من التفاهم يمكش باش يقعدوا طول عمرهم يضحكوا كاكا اللي يجي نهار ويضحكوا على حاله خليك من 10% القويين اللي حشيله في الدنيا هذه واضح اللي لازم تسمعوا وتفهموا لازم يوصل مخك ويقعد لهنا دايوغ انت باش تفهم روحك باش تنجح في حياتك كي تبدا تسمع فيا انا مش تقرا في لي كومونتير اذا ريت روحك تغزر هكا لي كومونتير فرقم نايك مجموعه تاع 90% اسمعني انا التجربه اللي باش نعطيها لك انا اقوى ما يكون في الدنيا اتعلم انك انت تمن انك انت مراه تستحق كل خير انك انت ذات بشريه مراه ولا راجل كيف كيف انك انت ذات بشريه فيك من روح الله وتستحق كل شيء به في الحياه وما بين هذا وهذا انت باش تسعى باش تطور روحك باش تكون تستحق نظريا وعمليا نقول لك علاش خاطر في وسط الطريق بون بي اوكي سمعتك انا سماره
وعجبني كلامك ومحليه وطاقه حلوه وهزيت او باهي واليوم هاني بديت وحبيت روحي، لكن من بعد باش يصدمك الواقع ببعض الحقائق اللي تنجم تهز شرطيقتك في روحك وترجعك للنقطه صفر ومام اقل من تحت صفر. علاش؟ على خاطر باش تلقى روحك في وهم عايش، ولو انه مش وهم راهو غير انت برك مازلت ما وصلتش للوعي ذاك. باش تلقى روحك ما عندكش فلوس، او مثلا فما حاجات مش عاجبينك فيزيكمون، ولا المهم عندك حاجات ناقصين، فهمت؟ فتلقى روحك كلنا عندنا حاجات ناقصين بنسب متفاوته وكاو، لكن باش تلقى روحك اللي تمن به ما يشبهش الواقع اللي ترى فيه، فهمت؟ فشنية تعمل؟ تحاول لو ماكسيموم بوسيبل انك تقرب للصوره النمطيه اللي في مخك نتاع المراه المرغوبه، الصوره اللي في مخك نتاع المراه المرغوبه، اللي هي مراه مستقله ماديا، اللي هي مراه مستقله عقليا، اللي هي عندها الاختيار والقرار، اللي هي فيها من المظهر الخارجي ما 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 يكون فيه القبول. مانيش باش نحكي على الجمال الصارخ، عادش بيه انك انت تتعلم تمكي جوشك ديجا حاجه اقرب للانوثه، انك انت تتلهبي ديك وبشرتك وبشعرك حاجه اقرب للانوثه. نعطيكم حاجات بسيطه، انك انت تعرف كيفاش تلبس وتنسق اللبسه على حسب المورفولوجي نتاع بدنك حاجه اقرب للانوثه، وحاجه اقرب للتطور، وحاجه اقرب للتقدم على النطاق الشخصي. في عوض انت تتلهالي بالعلاقات نتاع الرجاجيل، تلهي بعلاقتك بنفسك وحسنها وطورها، واجعل من نفسك انسانه فيك الطميع ساعه وبعد تقول طامعين فيا. انت ما فيكش الطميع تو، فهمت؟ انت اجعل الروح مش نحكي عليك انت خاطر ما عادش انت تو في انا مستوي، لكن نحكي جينيرالمون كي نجاوبك انت ونجاوب برشا عباد معاك. فطور من نفسك، اذا انت عندك هذوما الكل لكن تحس في روحك معطله، معناها ثم مشكله في تلقي المعلومه في مخك، او مشكله في التواصل، او مشكله عندك قله تجربه، عندك قله فهم، عندك تحليل خاطئ للامور. فشوف وين مشكلتك وصلحها، وتعلم من اخطائك وفهم علاش صار لك هكاك. قول انا مثلا اذا ما عندك حتى غلطه في العلاقه بيه، قول انا علاش بعد ما عملي هكا مازلت متعلقه بيه ومازلت نحب نرجع له ومازلت نلوج له على عذر. اي على خاطر انا انسانه منيكه في مخي، مسيش قول روح بول عليه، قول انا منيكه في مخي وماشي في بالي، انا ما لقاش مخير منه، انا نعرف لي هذيك الحقيقه، انا متاكده خاطر انا نعرف احنا نساله دين لا ملة، كي نلقاو راجل يدللنا خير ويصرف علينا اكثر واحسن وازين واقوى نتحنولي ونحبوه هو، او من الاخر باش نعطيك هذي اللي محتحب تقولوا حتى مرة على وجه البسيط. احنا اخيين منكم يا رجال، احنا عينا هكا اكثر منكم، احنا عينينا تلعب اكثر منكم بايش هك هاو من الحقيقة المطلقة اللي منحبوش نستعرفوا بها، زعما رانا نحن لا ما نش ملايكة، احنا شيطان شواطن على وجه البسيط بايش هك، احنا جست ملقينيش خير منك لا اكثر لا اقل، هاي نعرف نلقاو خير منك احنا بعثوك وحدنا حتى كان انشي في دي بايش هك، هاي هاو من الاخر. فلذلك ما عادش حتى وحده تجيني تلوح لهنا، خاطرك ما لقيتش مخير، بارا لوج على مخير تو تفهم مشاكلك الكل، أو ملخص الحديث في اللايف هذا، بارا لوج على مخير وطلق، هاي في لامين.